حضراتي السيدات والسادة، نرحب بكم باسم جمعية فن وفنون بالريف في هذا اللقاء التواصلي الذي يدخل في أول نشاط للجمعية، ستحاول من خلاله إطلالة على مجموعة من أنشطتها خلال الموسم الحالي. وبهذه المناسبة استدعينا ضيفين شرفيين، الأول ظهر في شهر فبراير من السنة الماضية على خشبة من المسرح فارعة أمام لجنة من أصعب النقاد في مجال الموسيقى ليغني. كان واضحا منذ البداية أن صوته يتمتع بإمكانيات وتوعية قل نظيرها، فتمكن من سحر كل الجمهور والحكام بطبقة صوته الفريدة. قلة من الأشخاص قادرون على إبطاء عجلة الوقت وأسر انتباه الجمهور طول أغنية كاملة. غير أن ضيفنا محمد الريفي خلق لحظات كهذه على مر أسابيع هذا النشاط الذي نظمته القناة التلفزيونية اللبنانية في برنامج إكس فاكتور، وقد ساعده تقنياته على الصمود خلال فترة المعسكر التدريبي والتألق في العروض الحية التي دامت 10 أسابيع. من هنا حرك جميع الهواتف النقالة في الوطن العربي وغيره وبالمغرب وبالناظور بالضبط، وهم يرسلون رسائل قصيرة من أجل التصويت عليه بالرقم الذي منحته هذه القناة لكي يتوج بطلا في هذه الدورة. فبعد قليل سنعطي الكلمة بعد العروض الأولى لكي نتعرف على سي محمد الريفي أكثر، لأن كل ما سنقوله في حقه سنكون قد استغنينا على مجموعة من المسائل الأخرى. ضيف آخر أبا هو الآخر إلا أن يحضر في هذا اللقاء، وهو شاب بدأ الغناء في عمر لا يتعدى 8 سنوات، بدأ بالأنشطة المدرسية والحفلات، وفي سن 16 أخرج إلى الوجود ألبومه الأول. استطاع في فنه المفضل وهو الراي أن يدخل مجموعة من الآلات الموسيقية لكي يتطورها أكثر، فهو شارك في مجموعة من المهرجانات ابتداء من مهرجان موازين، مهرجان كازا ميوزيك، مهرجان السعيدية، مهرجان الراي،
مهرجان الموسيقى الروحية بفاس واللائحة طويلة. سنتعرف على سامي راي في كلمة بعد قليل.